بالنسبة لوكالة قسنطينة كما تعلموا عندنا 10600 مدين، منذ انطلاق العملية 5500 صاحب عمل استفادوا من الإلغاء التلقائي لزيادات وعقوبات التأخير لأنهم كانوا مسويين الاشتراكات الأساسية عند صدور الأمر. 186 مستخدم تقدموا إلى مصالحنا الشبابيك وسووا الوضعية تاعهم واستفادوا من الإلغاء تاع عقوبات وزيادة التأخير. كاين عندنا 340 صاحب عمل تقدموا بجدولة الديون إلى يوم 30 نوفمبر 2021.